تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري. وشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، بالحديث عن المسار الإنساني التي تسعى مصر من خلاله في تقديم كل المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. اليوم نتحدث عن مرور 200 شاحنة اتجهوا بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم، وهناك عدد من هذه الشاحنات أفرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى ساحة معبر رفح البري، بعض الشاحنات التي عادت بدون إفراغ هذه الحمولة، وهي الشاحنات التي ترفض القوات الإسرائيلية قبولها. واليوم أيضا لم يتم دخول أي من شاحنات الوقود، إذا لم يتم دخول شاحنات الوقود سوى 4 شاحنات فقط دخلوا بالأمس من ضمن 10 شاحنات، وعادت 6 شاحنات وقود بالأمس. وأيضا هذا يعود إلى التعنت الإسرائيلي وإجراءات التي يعني تقدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتحول دون دخول أكبر عدد من هذه المساعدات. وهنا يعني نعود أيضا للحديث عن أهمية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأنه كان يدخل من خلال بوابة معبر رفح ما يقرب من 8 شاحنات للوقود في الأيام الماضية، لكن عدم دخول الوقود هذا يفاقم الأزمة الإنسانية الموجودة داخل قطاع غزة فيما يتعلق بخروج عدد آخر من المستشفيات عن العمل غير الذي خرج، وكان آخرها المستشفى الكويتي، بالإضافة أيضا إلى تفاقم الأزمة الخاصة بتوقف عدد كبير من المخابز عن العمل. فهذا يعني يعود إلى الصوت المصري الذي ينادي بضرورة عودة معبر رفح من الجانب الفلسطيني للعودة مرة أخرى، لكن مع تمسك مصر الكامل بالانسحاب الإسرائيلي من هذا المنفذ من الجانب الفلسطيني، وهذا ما أكده السفير سامح شكري اليوم خلال لقائه بنظيره الإسباني. أما بالحديث عن الوضع الميداني، لازال القصف نسمعه منذ صباح هذا اليوم على مناطق متفرقة داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا منذ مساء أمس تعرضت منطقة تل السلطان للقصف أكثر من مرة، وهذا خلف عدد من الشهداء والمصابين. وأيضا لازالت الجهود المصرية مستمرة رغم حتة الصراع على الجانب الآخر في التوصل لوقف إطلاق النار، والجهود المصرية هذه أشادت بها كل دول العالم، وكان آخرها وزير الخارجية الإسبانية اليوم الذي أكد على جهود مصر التي تسعى دائما لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.